الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخو في الله الشيخ محمد عدلي. الحمد لله يعني أن الله عز وجل وفقنا في هذا الأمر أن احنا نكون سبب بفضل الله عز وجل في إطلاق سراح الجنود بفضل الله عز وجل، ثم وكرر ثانيا ثم اللي هو أحمد وصفي جزاه الله خير. هذا الرجل يعني لأمر الله عز وجل ثم هذا الرجل لما كان إطلاق سراح الجنود. حدث جاءني اتصال من وسيط خير يعني من أهل الخير وقال لي يعني لدي طرف خيط من هؤلاء الخاطفين، فذهبت إليه في مكان بجوار مصنع الدوغام فتكلمت معه وتكلم معي. قال لي يريدون أن يطلقوا سراح الجنوب بدون مواجهة، فقلت لكم الأمان بإذن الله عز وجل ولكن دون أن يصاب أي أذى للجنود. فذهبت إلى اللواء أحمد وصفي جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. الرجل تعامل مع الموقف بحكمة وذكاء عالي وقدرة عالية على استيعاب الموقف الحرج، وبفضل الله عز وجل يعني كان يعني أنه يعني قال لي يطلق سراح الجنود، يطلق سراح الجنود ولن تكون مواجهة في ساعة الموقف نفسه. ثم طلبوا أن كانت الطائرات محلقة في سماء رانيا، فطلبوا أن تنزل هذه الطائرات، فاتصل باللواء أحمد وقال لك ذلك وأمر بالوحدة بإنزال الطائرات. ثم بعد ذلك قالوا سنطلق سراح الجنود إلى أقرب طريق رئيسي، وفعلا حدث هذا وأطلقوا سراح الجنود إلى أقرب طريق رئيسي. فجاء أحد المرة وأوصلهم إلى الكمين تاع اللحفن وبفضل الله عز وجل تم إطلاق سراح الجنود، وهذا من فضل الله عز وجل. والجميع بحث في هذا الأمر من الملتزمين وغير الملتزمين، والحمد لله وكنا يعني طرف يعني بفضل الله عز وجل إن احنا نصل إلى هذا الهدف. وبفضل الله عز وجل يعني كل أهل سيناء يعني كان التناغم بين القوات المسلحة والداخلية وعشق أهل سيناء للقوات المسلحة ووجود هذا الرجل أحمد وصفي اللي هو أحمد وصفي كان له الأثر البالغ في بفضل الله عز وجل في إطلاق سراح الجنود بعدم إراقة نقطة دم واحدة وبعدم اقتحام بيت أو مداهمة بيت وعدم على طريق رئيسي. فجاءت سيارة أحد المرأة فوجدتهم فأخذتهم إلى كمين أقرب كمين كان لحرس الحدود. ثم تم الاتصال باللواء أحمد وصفي واتصل بي اللواء أحمد وصفي وذهبنا، ذهب قبلي وفي كمين لحفن، ثم نذهب ووجدنا الجنود بفضل الله عز وجل بخير والحمد لله رب العالمين. جت الطيارة حربية أخذت الجنود ومعهم اللواء أحمد وصفي وذهبوا إلى مطار الماظة وبفضل الله عز وجل انتهى هذا الأمر والحمد لله رب العالمين. نحن يعني وصلنا لهذا الأمر.